مرحبا بكم متتبعي ومتتبعات مدونة فوف لايف. هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس بلوجر، والذي سنرى فيه طريقة إضافة شعار أو لوجو لمدونتك. فبطبيعة الحال لإضافة الشعار ننقر على التخطيط. الشعار بطبيعة الحال يمكن أن يكون على شكل صورة، ثم هنا في هيدر أو رأس الصفحة كما تشاهدون هنا، هذه الأداة أداة رأس الصفحة، ننقر على تحرير، وهنا نختار الصورة. دعونا نختار صورة هنا، مثلا هذه الصورة، وننقر هنا بدلا من العنوان والوصف، بدلا من العنوان والوصف، ثم حفظ عرض مدونة. كما تشاهدون تمت إضافة الصورة هنا كلوجو أو كشعار للمدونة. الصورة بطبيعة الحال من الأفضل أن تكون لا يتجاوز علوها 100 بيكسلز. فلو لاحظنا الصورة التي قمت بإضافتها هنا Property، سنشاهد أنها في العرض 200 وفي العلو 100 بيكسل. فمن الأفضل أن يكون هذا الحجم، لأنه إذا كانت الصورة أكبر فهي تشوه المنظر المدونة وتجعله قبيحا نوعا ما. فمن الأفضل الاعتماد على تقريبا هذا العرض والعلو 200/100. أتمنى أن يكون الدرس واضح، وإلى درس قادم إن شاء الله.